لا مكان آمنا في غزة، جملة صارت مقرونة بالحديث عن القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل استهداف كل زاوية فيه، ما يخلف وراءه مئات الشهداء والجرحى يوميا. محاولات القطاع الطبي المنهك في غزة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تأتي في ظل مواصلة الاحتلال عمدا استهداف المستشفيات ومحيطها ومركبات الإسعاف والطواقم الطبية الذين يعملون بأكبر من قدرتهم الاستيعابية وبأقل الموارد جراء الحصار. وبينما تقوم مركبات الإسعاف بشق طريقها بصعوبة بين أكوام الركام والحطام في ظل نقص حاد للوقود، تتعرض في الوقت ذاته وبدون أي سابق إنذار لقصف مباشر وغير مباشر تطيح بمن فيها. في ذهابنا في الطريق كنا معدل 6 إسعافات يحملون 11 مريض، هؤلاء كانت حالتهم حالة حرجة جدا، يعانون ما بين الموت والحياة وكانت حياتهم مهددة بالخطر. وذهبنا في طريقنا إلى خان يونس إلى مستشفى الأوروبي، تفاجأنا في الطريق وخصوصا عند دوار الشيخ عجلين، هناك تفاجأنا بقصف تحذيري أمامنا. طبعا لا يستهدف كان هذا القصف الإسعاف، ولكن تراجعنا وقلنا أنه قصف تحذيري، يعني ارجع بالإسعافات إلى المستشفى. ونحن راجعون إلى مستشفى الشفاء الطبي تم استهداف الإسعاف الأخير معنا، تم استهدافه من الأمام عند دوار الخور طبعا، وكنا أنا والمسعف بجوار الإسعاف الذي تم استهدافه وأجلينا الإصابات منه، وكان مسعفا تصاوب في هذه الحادثة وكان مرافقا لحالة برضه تصاوب في هذا القصف. ويؤكد العاملون بالمجال الطبي استمرارهم في عملهم رغم التهديد العنيف الذي يتعرضون له أثناء أداء مهمتهم الإنسانية، موضحين أن ما تبقى من مشاف داخل القطاع تعمل بأقل الموارد. ونحن هنا في مشفى الشفاء الطبي وأنتم ترون نعمل مع الحالات في وسط انقطاع التيار الكهربائي، لا يتوفر تيار، لا يتوفر معدات طبية كافية، نقص كبير في المعدات الطبية وتيار كهربائي منخفض ورطوبة عالية جدا، نعاني جدا في هذه الحالة الصعبة جدا. نتمنى توفير الوقود لمستشفيات قطاع غزة جميعا. ورغم أوامر الإخلاء والتهديدات الإسرائيلية باستهداف محيط المستشفيات الذي ساد المشهد مؤخرا في غزة، إلا أن سكان القطاع يواصلون الصمود في محيط من المفترض أن يكون محصنا بموجب القانون الدولي الإنساني. احنا صامدين 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 الحمد لله، لو ايش بيعملوا فينا مش طالعين من الشفا، من مستشفى غزة بالمرة، يقطعوا مية يقطعوا كهرب يقطعوا أكل، احنا صامدين بناكل بسكوت بناكل فستق بناكل ايش مكان. هكذا ترك الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات غزة، كان تعليقا لوزارة الصحة الفلسطينية على الدمار الهائل وتوقف الخدمة في عشرات المستشفيات داخل القطاع إثر الغارات المتواصلة ونقص الوقود.